الزمالك راح اليوم من التدريبات ويعود غدا الثلاثاء للاستعداد لمواجهة سموحة يوم الخميس القادم. كارتيرون زيزو سيعود لمستواه المعهود في الفترة المقبلة وشدد على أنه يثق في قدرات جميع اللاعبين. جماهير الزمالك بعد مباراة الأمس قامت بمهاجمة أوباما لأنه تسبب في الهدف الذي دخل في مرمى الفريق، وأيضا عندما غادر الملعب بعد استبداله وزيزو بسبب إهداره الفرص ومؤخرا وبالأخص كرة الهدف الضائع أمس. أما عبد الله جمعة بسبب نشره صورة له مع الفنان رزان مغربي بين شوطي لقاء أمس دون مراعاة مشاعر جماهير الفريق ودون الإحساس بالمسؤولية. مروان حمدي في أزمة بعد طلب كارتيرون البحث عن عروض للاعب والبحث عن بديل. نادي سموحة طلب من الزمالك تمديد إعارة مصطفى فتحي، لكن الزمالك جمد قراره ولم يبت فيه بعد. مجلس الزمالك يدرس التقدم بتظلم لإعادة مباراة بيراميدز إن كانت اللائحة تنص على إعادة المباراة. أحمد جلال إبراهيم اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أخطأت في عودة كارتيرون لتدريب الفريق، مضيفا لو كان المجلس السابق متواجدا لرفضنا عودة المدرب الفرنسي مرة أخرى بعد هروبه، وكارتيرون ترك الفريق قبل بطولة كنت سأحصل عليها وكنا الأقرب لتحقيقها بسبب المستوى والأداء وقتها، وأتواصل مع رئيس الزمالك السابق كل عدة أيام ولا صحة عن وجود خلاف معه حاليا. ممدوح عباس على تويتر: جهاد جريشة الحكم الدولي المصري ما كان يليق به أن يقبل تحكيم مباراة قمة طالما أنه غير لائق بدنيا ونفسيا وذهنيا. كارتيرون يدرس إراحة فرجاني ساسي في لقاء سموحة، واستقر كارتيرون على وضع برنامج تدريبي منفرد للاعب لنهاية الأسبوع الجاري لعدم الضغط البدني على اللاعب. طالب المدير الفني للفريق الأبيض التعاقد مع جناح وثنائي هجومي مع عودة الإفواري رزاق سيسي.